يقطع علاقاته، مش مع أي دولة، موجودة في أي مكان من نقطة بعيدة في العالم. المغرب يقطع علاقاته مع ألمانيا، وما أدراك ما ألمانيا. في بلاغ أصدرته وزارة الخارجية المغربية البارح وبإمضاء وزير الخارجية، تقرر مقاطعة كل أنشطة السفارة الألمانية، بما يعني تقريبا تجميد العلاقات مع دولة مثل ألمانيا تمثل قلب الاتحاد الأوروبي. هذا ما يعني، بغض النظر على خلفية هذا الموقف المغربي، بغض النظر إن كنا مع هذا الموقف، إن كانت لدينا منه يعني مسافة مع أو ضد في قضية الصحراء الغربية أو غيرها، هذا ما معنى السيادة واحترام سيادة الدول. رفرفة تقريبا أمام البرلمان الألباني في ذكرى تأسيس الدولة الصحراوية اللي أعلنت عليها جبهة البوليزاريو، لعلم من هذا النوع قررت المملكة المغربية قطع العلاقة مع ألمانيا. وهنا نحب نعرف راهي قضية السيادة، لا ما هو علاش ولماذا تجرأ المغرب على ذلك؟ لأن المغرب بلد نوع شراكاته، لم يوضع ولم يضع نفسه ودبلوماسيته لم تضع نفسها في زاوية حادة تولي مرتبطة بقضية حياته أو موت، في قضية قوت الشعب المغربي بجهة دون أخرى. المغرب يراكم في نجاحات اقتصادية، المغرب ينوع في علاقاته الدبلوماسية، أقعد أحكي عليه أنت يا شعمل في التطبيع مش في التطبيع، أقعد أحكي عليه على علاقته بالإدارة الأمريكية، أقعد أحكي كذا على الجانب الداخلي يدير في العملية متاع ما يسمى الديمقراطية المطلوبة من العالم الحر بشكل تتحكم فيه الدولة. الرسالة اللي نحب راهي السيادة ما هي الشعر، السيادة الوطنية ما هي الشعر، السيادة الوطنية ما هي الشعارات، السيادة الوطنية ما هي الجمل المنمقة، السيادة الوطنية ما هيش نثر نحط فيه الكلام تاع بديع الزمان الهمذاني. السيادة الوطنية تبني روحك اقتصاديا، تستقل اقتصاديا، تراكم تنمية، تكون ذكي في استثمار العلاقات الدولية، وقتها تسمح لنفسك بأن تتخذ القرارات التي تراها قرارات سيادة وطنية. أنا كي تحكي هكا نتوجع، بمعنى كي نذكر رئيسنا مثلا مع كل احترام ليه كي مشى لفرنسا كان ينجم يسكت، ولكنه اختار أنه ما يسكتش وأنه يعرف الاستعمار الفرنسي على أنه حماية. وذكر الجدل الكبير وقته كانت خيبة أمل كبيرة من قيس سعيد أنه يقول العبارة هذيك في حضور، كان ينجم يسكت ما يجبدوش الموضوع، ولكنه معناها أصر أنه يجبده وأصر أنه يستعمل كلمة حماية ولطف عقود عقود من المعاناة عاشتها تونس. هذا كي نخزر هكا نقول شو احنا حتى الصمت ما نجموش نسكتوا، لازم نقولوا عبارات تلغي معاناة نتاع جدادنا وناس عانات إلى عقود. تعرف الهدف منها شنية بربي العبادة؟ هي ركزت على قصة نناقشوا استعمار وإلا حماية، حماية وإلا استعمار وكل الأمور القانونية والفهلويات القانونية على شنو؟ حتى أنه الرئيس كان رافض أنه يطالب من فرنسا التعويض على الحقبة الاستعمارية. أسكت، هذه الحكاية راهي يعرفوا الفرنسيس توا رغم العلاقات الجديدة والعالم الجديد بقاوا حساسين تجاه تلك الحقبة. ما تطلبنيش مع الجزائريين يقولوا لا ما تطلبنيش في ما عنديش الفرصة، ذلك الجزائر مصرة أنها تطلب الاعتذار. أنا ما عنديش يد صحيحة باش أعمل براتفيت. اسكت اسكت، ما نعطيش انا شرعيه، ما نعطيش الكوره راس للفرنسيس باش نلغيو الملف، خليه مفتوح. يمكن بعد 200 سنه نجموا نطالبوا بتعويضات على حقبه الاستعمار، ولكن في المقابل اليوم انك تدخل في براتفير مع المانيا، واحده من اكبر الدول العظمى في العالم، واحده من اكبر الدول المؤثره في قارات الاتحاد الاوروبي، المغرب العربي شمال افريقيا، الاتحاد الاوروبي في علاقه بشمال القاره الافريقيه والمغرب العربي وغيره كذا، ماهوش تهور كمان برهان بعيد على المغرب وتنويح على الشراكات وغيره، فما نوعا ما من التهور ولا لا؟ انت كي تسمع للمغرب البارح تبرعت في مشروع الدعم اليمن بحوالي رقم مليون دولار، معناها تعرف شو العلاقه؟ تعرف الاقتصاديات هذه، انا نحب نقول في نهايه الامر راك انت فرنسا ما تنجم تعمل معها شيء، خاطر فلوس شهاري موظفيك جايه من فرنسا. شفت راهي القضية مش قضية شعارات يا فرنسا يا اللي بيك، راهي مبادلتك التجارية مع البلد الثاني والثالث هي فرنسا عايش بيها. الكلام هذايا بتاع السيادة كي تستقل اقتصاديا، كي تطور روحك، كي تنوع شراكاتك في الاقتصاد، كي وقتها تنجم تاخذ مواقف السيادة الوطنية، غير ذلك مجرد أدب ومجرد جغجغة فارغة. هناك موضوعين ربما لفهم هذا الأمر، الموضوع مع ألمانيا هو مرتبط بقضية دبلوماسية بين بلدين.
موضوع الصحراء هو جزء من الخلافات، لكن البيان اللي صدر عن وزارة الخارجية المغربية هو بيان واضح وكيتحدث على فكرة المالونتون دي بروفون، يعني سوء الفهم العميق في العلاقات اللي تشمل مواضيع أخرى وفيها جوانب مرتبطة بقضايا إما بالقضايا السياسية، قضايا دعم اقتصادي، قضايا أخرى في الجانب الأمني بحكم تسليم مجموعة من المطلوبين في ألمانيا وغيرها من هذه الأمور. القرار الآخر اللي هو قرار محكمة العدل أو قضية في المحكمة العدل، هذه ليست المرة الأولى، يعني كانت هناك مجموعة من المحاولات، لكن يجب فهم وقراءة هذا القرار في إطار السياق العام. السياق العام هو ما حدث خلال الفترة السابقة في القرقرات، ما حدث من محاولات البوليزاريو والتوريط المغرب في أكثر من مناسبة، وطبعا كان الفشل هو مصير هذه المحاولات. النقطة الأخرى هي محاولات خلق حملة معينة، لأنه حتى ارتباطا بالموضوع الألماني وسبب الخلاف ربما كانت هي الصورة الشهيرة التي صدرت لإحدى رئيسات بلديات في بريمن ناصر الجبهة الانفصالية. ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار على فكرة على أن المغرب يستغل هذه الثورات أو الثروات الموجودة في منطقة الصحراء وغيرها من هذه الأمور. تبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي هو 35 مليار يورو. نسبة التبادل التي تخص منطقة الصحراء الإقليم الصحراوي هي 435 مليون يورو، يعني لا تتعدى حتى نصف مليار من 35 اللي هما كيمثلوا الشراكة الموجودة ما بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي. النقطة الأخرى أنه هذا الاتحاد الأوروبي اللي هما اليوم يلجؤون إليه هو وضع شراكة مع المغرب ووضع استثنائي يسمى الوضع المتقدم، تم تطبيقه من سنة 2008، لم يعطى حتى لبعض الدول الموجودة في أوروبا نفسها واللي هي مجاورة الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال روسيا وتركيا مثلا اللي عندهم علاقات اقتصادية وتجارية مع الاتحاد الأوروبي. فالفكرة نقاط فارغة، بمعنى أن هناك حملات متعددة، مرة في محاولة عسكرة التحركات، مرة في محاولة اللعب على الفكرة المظلومية والضحية والبحث عن التسول عند دوائر الاتحاد الأوروبي، تارة بدعم مالي وتارة بدعم مواقف وصور على الانترنت وغيرها من هذا الأمور. ثم أن الحديث على فكرة أن الجبهة هي الممثل الشرعي، هذا يعني طبعا حديث يحتاج الى مجموعه من التفصيل، لانه اليوم هذه الدول الاتحاد الاوروبي عندما تتعامل مع الاقليم الصحراوي، في الاقليم الصحراوي هناك ممثلين، هناك ناس تم انتخابهم في البلديات في الجماعات المحليه في البرلمان ويتم اللقاء معهم، وهم ممثلين لهذه المناطق. اذا كانت هناك جبهه انفصاليه عندها مشروع معين فهذا لا يعني انها تمثل الصحراويين. وفي نهايه المطاف يعني ما يجب أن نقرأه بشكل عام كمفهوم جيوسياسي هو أنه السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.